السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مع مادة الأخطاء الشائعة في فهم وتفسير معنى صعوبات التعلم، الجزء الثالث والأخير بعنوان وصايا ختامية. راح تتكون جزئيتنا اليوم بإذن الله من مقطعين. المقطع الأول راح نتكلم فيه عن المادة العلمية المتبقية، والمقطع الثاني راح نتكلم فيه عن مجموعة التساؤلات وبعض الاقتراحات اللي وصلتني، مجموعة من الاستفسارات يعني بمختلف الأنواع. والنقطة الثانية راح نتكلم فيها اللي هي موضوع الشهادة، كيف حيكون الحصول على الشهادة وعلى أي أساس. وآخر حاجة المهام، راح نجاوب بإذن الله على راح نذكر النموذج الصحيح للإجابة على المهام. طيب، بخصوص المادة العلمية اليوم راح نتكلم فيها عن جانبين بسيطة. الجانب الأول نصائح للموظفة، بمعنى الموظفة إيش ما كانت، سواء كانت متخصصة صعوبات التعلم أو غير متخصصة، وراح نركز أكثر للمتخصصة بصعوبات التعلم. النقطة الثانية راح نتكلم فيها نصائح لأولياء الأمور، وهذه النصائح جدا جدا مهمة، سواء أنك أنت توصليها لولي أمر، أو أنت شخصيا إذا كنت أم، أو أنت شخصيا إذا كنت أب أو مسؤول في مجال التعليم أو غيره. طيب، بالنسبة للنصائح الموظفة راح نشوف النقطة الأولى عدم الرضا بالخطأ، والنقطة الثانية الأمانة العلمية. ممكن البعض أول ما يسمع عدم الرضا بالخطأ، هل معناه أنت رنيم تقصدي انه خلاص احنا بمجرد ما نشوف السيستم او النظام في المدرسة ما هو سليم لبرنامج صعوبات التعلم او اي مجال تخصص تاني معناه خلاص نسحب نفسنا؟ لا ابدا. انا بالعكس، زي ما ذكرت في الجزء اللي قبل هذا الجزء اللي هو الجزء الثاني، اتكلمت فيه عن اهمية الخبرة العملية، بمعنى اهمية التوظيف، اهمية انك تكوني انت في ساحة العمل، سواء كان في مجالك أو غير مجالك. هذا يكسبك مهارات كثيرة جدا، سواء كانت على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو العلمي. لكن بتكلم أكثر في مجال التخصص، على قدر أهمية الإطار النظري اللي أنت بتدرسيه 4 سنوات بيكون على قدرها أهمية الجانب العملي أو أكثر. فأنا أبدا ما كان مو قصدي إنه أنت ما تتوظفي في مكان السيستم عنده خطأ أو ما بيمشي على الصحيح، لا. عدم الرضا بالخطأ بمعنى بمجرد وجودك أنت في هذا المكان فأنت قادرة أنك تمتني على الخطأ بالتوجيه، سواء كان أني أوجه المديرة للحلول الصحيحة في هذا الموضوع، سواء كان أني أنا أوفر أو أجيب عن طريقي أو عن طريق الإدارة أو أيا كان حلول بديلة للأخطاء الموجودة أو مؤقتة. أحيانا تدخلي مدارس يكون عندهم أخطاء بس يقولوا لك مثلا إحنا ما نقدر نحل هذا الشيء في الفترة الحالية، أو نحتاج نتواصل، تكون أنت على تواصل معهم. طب إيش في حل بديل في الوقت الحالي بما إنه أنا ما أقدر أعملها أو أجري هذا الحل؟ فعدم الرضا بالخطأ مو بس إنه إحنا ما نرضى بالخطأ في مجال التخصص، إحنا ما نرضى بالخطأ مفروض في جميع الأمور. هذا يعتبر مبدأ من المبادئ، أخلاق من الأخلاقيات، بالذات إذا كنت الآن في وضعنا في محاضرتنا في مجال إنساني بحت، يعني المفروض هذا المعيار يزيد عندك. النقطة الثانية الأمانة العلمية. الأمانة العلمية مرتبطة جدا بعد ما رضي بالخطأ. غالبا إذا كان عندك الأمانة العلمية فما راح ترضي بالخطأ. والأمانة العلمية ما هي منحصرة فقط على أدائك للأمور المتعلقة بتخصصك بشكل صحيح، لا. أذكر لكم مثال، هذا المثال خارج عن التخصص. أنا كنت أفسر بعض الرؤى عن مفسر، وكنت دائما أثق فيه أكثر من غيره. ليش؟ كان في ميزة جدا يعني كانت تلفتني وتعجبني، إنه كان إذا ما عرف تفسير الرؤية يقول لك لا أعلم. فهذا الشيء أعطاني ثقة إنه هذا المفسر الرنين ما حيرد عليكي إلا وعنده ثقة بالجواب اللي هو يعني بعد إرادة الله، ثقة بالجواب أو شبه ثقة بالجواب اللي هو بيقوله. لكن إذا كان متردد أو غير واثق أو ما عنده المعلومة فحيقول لك يا إما أنا غير متأكد، يا إما أنا لا أعلم. فنفس الشيء أنت في مجال تخصصك، أمانتك العلمية مو بس أنك أنت تعطي خبرتك النظرية أو العلمية العملية اللي أنت أخذتيها، أمانتك العلمية أنك أنت كمان إذا جهلت الشيء تقولي ما أعرف. في النهاية ما في إنسان معصوم، وهذا الشيء أنا شخصيا يزيدني ثقة بالشخص اللي معايا،
ما ممكن البعض يشوف انها تضاعف الثقة. انا بالنسبة لي ما تضاعف الثقة ابدا، تزيد الثقة، لانه ما في انسان عالم بكل جواب لكل سؤال. طيب كذا تكلمنا عن عدم الرضا بالخطأ والأمانة العلمية بشكل مختصر جدا، انه انت كيف تكون عندك الأمانة العلمية وكيف يكون عندك عدم الرضا بالخطأ. بعد كده حنتكلم دحين عن نصائح لأولياء الأمور، صراحة هي اللي انا حابة استطرد فيها اكثر. نصائح لأولياء الأمور، اول نقطة وهذه النصيحة لكل شخص مستمع مو بس لولي الأمر، بالذات هذه النصيحة هي اول نقطة كتبتها في مجموعة النصائح، ثقف نفسك. هذه المعلومة خذها في حياتك، انت او انت او اي شخص مستمع الآن، تثقيفك لنفسك بداية خطوة لحل أمور كثيرة أنت تجهل مدى أهمية هذه النصيحة. لما نثقف نفسنا في مجال طبي، زي ما أحد يقول لك والله يا رنيم إذا عندك القولون كلي وأشربي الشيء الفلاني، تثقيف لنفسك. لما أحد يقول لك أسمع إذا رن عليك المتصل ده ترى انتبه الرقم ده، هذا كلها أنواع تثقيف، أنواع من أنواع التثقيف، بس بسيطة ممكن إحنا ما ندركها، لكن بالمقابل تزيل عنك بعد إرادة الله أمور كثيرة ممكن تصيبك. نفس الشيء تثقيفك بمجال الصعوبات، أنت كولية أمر لطفل عنده صعوبة ما راح يخلي أحد يخدعك، وراح تقدر تواجهي أي مشكلة وراح تساعد الموظفة، لأنه ترى غالبية المدارس الأهلية أو القطاعات الخاصة ما بتسمع من الموظفة بحكم أنه هي تدفع لها، لكن تسمع من الأم بحكم أنه الأم تدفع لها. للأسف مبرر سيء لكن هذا الواقع نوعا ما. فخلي عندك دور ثقافتك لنفسك، خليها عندها دور أنها تساعد طفلك أول شيء، والنقطة الثانية أنها تساعد الموظفة اللي جالسة تقول يا جماعة ترى هنا خطأ وهنا خطأ وما في أحد بيسمع لها. تأخذي من وقتك قليل لما تسمعي دورة الآن، كم أخذ من وقتكم؟ نص ساعة الجزء الأول، أقل من نص ساعة الجزء الأول، ونص ساعة الجزء الثاني، ونفترض نص ساعة الجزء الثالث، يعني الموضوع كله على بعضه ما أخذ من وقتك ساعة أو ساعة وشي، لو افترضنا مع إنجاز المهام. طبعا إنجاز المهام لو أنت كنت حابة، أنت تقدر تتجاوزي هذه النقطة لو أنت حابة فقط تكوني مستمعة. ففي النهاية مسألة ساعة من وقتك ترى بتعطيك شيء كثير، مو قصدي فقط على الدورات، ساعة من وقتك على الانترنت اللي انت بتتصفح فيها الان، انستغرام والسناب شات وغيرها من الاشياء اللي بتاخذ من وقتنا، ساعة من وقتك تقدر تثقف في نفسك في اي موضوع، موضوع ديني، موضوع اجتماعي، موضوع شخصي، بيخليكي سواء الان، يعني ممكن البعض بيسمع طب احنا الان رنيم انا بنت ماني يعني مختصة في المجال وليش اسمع عند الشيء، انت ما تعرف ايش حيواجهك مستقبلا. كثيرين يقولوا ترى وقت وقع الصدمة ما عندك وقت انك تثقف نفسك. ليش؟ الان انا لما اتفاجأ ان ولدي توحد، صدقيني بحثك في المعلومة ما حيكون زي لما يكون عندك خبرة مسبقة، فجأة حيصير عندك خبرة في كل حاجة، فجأة حتقرأ في الانترنت حتوصل لك كل المعلومات، لا ما حينديكي، حيكون عندك توتر في المراكز التشخيصية، ايش اسوي ايش اقرأ، فنوعا ما حصولك على المعلومة حيكون متخبط وشبه ضعيف. لكن لما تكوني انت جاهزه في اي وقت لو لا قدر الله اصابك هذا الشيء او اصاب غيرك، انت جاهزه للنصيحه او جاهزه لافاده نفسك ولافاده طفلك. فهذه الامور الاجتماعيه ما هي زي امور تخصصيه عامه ثانيه نوعا ما تفيد المتخصصين اكثر في مجال العمل، هذا الموضوع اللي انا بتكلم فيه يفيد كل انسان، ما هو منحصر لشيء مختص، لانه هذه في حياتك. زي الصحه مو من الاشياء اللي انا اشوفها ما يختص فيها الاطباء فقط، يختص فيها كل إنسان، لأنه أنت مسؤول عن صحتك كمان. طبعا أنا ما بتكلم عن أمور الدقيقة في الكشف، لا، أنا قصدي مثلا في حياتك اليومية، إيش اللي آكل، إيش اللي يضر، إيش اللي ما يضر، لازم تثقفي نفسك، حتى الدكتور بينصحك أنك أنت تثقفي نفسك. فموضوع تثقيفك لنفسك هي أول خطوة من خطوات الحل لأي مشكلة أنت ممكن تواجهها مستقبلا وما كان عندك العلم أنه أنت راح تواجه هذه المشكلة. النقطة الثانية، اهتم بمعنى الاهتمام الحقيقي. للأسف نوعية المفاهيم، نوعية الاهتمام عندنا بتختلف من شخص لآخر. في ناس اهتمامي بطفلي معناه أنا أدفع مبالغ مهولة عشانه، أبدا ما أنكر أنه هذا نوع من أنواع الاهتمام، لكن هل بنظرك مفهوم أنه أي مدرسة عالمية غالية أو مستواها الاقتصادي مرتفع، هل معناه انه المضمون العلمي
اللي بيقدموه هذه المدرسة يعتبر عالي في حال كون المستوى الاقتصادي مرتفع؟ للناس اللي ما زال عندهم هذا المفهوم أحب أقول لكم إنه المركز اللي أنا تكلمت عنه في التجارب الواقعية في الجزء الثاني ذكرت لكم إنه مستوى التقني جدا عالي، مستوى الاقتصادي جدا عالي، وأغلب الناس اللي بيجيلوا من الطبقة العالية اقتصاديا وكل ظنونهم إنه المركز مستوى جدا مرتفع. ولعلمكم لعلمكم الصدمة إنه مالكة المركز موجودة تقريبا في كل قناة في كل مجال إعلامي، طالعة في كل مجال إعلامي، وما شاء الله لا قوة إلا بالله عندها القدرة اللغوية اللي تجذبك وتحسك إنه كلامها فعلا هي بتطبقه أو كلامها فعلا صحيح. فللأسف بالذات الآن الإعلام صار يطلع أي أحد، حتى التصريح إنك أنت تكوني من الوزارة إنه أنت قادرة إنك تفتحي برنامج صعوبات تعلم أو إلى آخره أو أي مجال من المجالات ما صار بالدقة، بمعنى إنه أنا ممكن خلاص أقولك أنا متوفر عندي كذا وكذا وكذا وخلاص بعدها يعني ما تقدري تعرفي إنه أنا هل فعلا محققة هذا الشروط أو لا، أو هل فعلا أنا مسوي هذا الشروط أو لا. بدليل إنه المركز اللي كان كنت فيه كان صعوبات التعلم عندهم أي طفل عنده مشكلة أكاديمية بيدخل صعوبات التعلم، يعني مفهوم خاطئ تماما 100% فوق 100% كمان. فثقافتك لنفسك بإذن الله راح تجاوزك هذه المهمة، ونوع اهتمامك لازم يتغير عن هذا المفهوم. ما أقول لكم إنه دور الناس اللي بتبذل اقتصاديا في المدارس معناه مضمونها مو تمام، لا بالعكس ممكن، لكن ما هو رابط، لا تخليه رابط انه اي مدرسة مستواها الاقتصادي عالي فمضمونها العلمي ممتاز، لا ابدا ما هو رابط، في العكس، وفي بالمقابل مستوياتهم الخارجية او الاقتصادية ومنخفضة او عادية لكن مضمونهم العلمي ممتاز. في النهاية الام لها حرية الاختيار في الجانب الاقتصادي او الشكلي او كذا، بالعكس هذا شيء جميل في حال انه عندها المقدرة، لكن هذا ما يمنع انها تهتم بالمضمون العلمي المقدم في هذا المدرسة في هذا المدرسة. النقطة الثالثة، لا تجعلي عاطفتك عائقا او لا تجعل عاطفتك عائقا، بمعنى هذه النقطة قلناها برضو في الجزء الثاني، خصيصا للناس اللي بيكون تشخيص أطفالهم غير صعوبات التعلم، بمعنى تشخيص طفلها يكون مثلا توحد أو إعاقة عقلية، ومن باب إنها تخفف على نفسها تقوم تحاول تشخص الطفل صعوبات التعلم عشان يقبلوه المدارس العادية وعشان هو يمشي مع معلمة عادية إلى آخره، بالمقابل تضطر إنها هي تضر الطفل. أنا ما قلت أودي أي مركز، بالعكس اختاري له المركز المناسب، لكن لازم كمان تختاري له المعلمة المناسبة والأخصائية المناسبة والبيئة العلمية المناسبة تماما، مو مجرد تشخيصك بنظرك التشخيص الخاطئ لطفلك، صدقيني إذا ما بان آثارها الآن حيبان آثارها مستقبلا، وإذا أنت تجاوزتيها الآن فممكن غيرك ما يتجاوز هذه المشكلة ويدخل في مشاكل كثيرة نتيجة التشخيص الخاطئ. انا كانت واحده من الامهات زيك كانت تجيني تقول لي ممكن تعطيني تقرير انه طفلتي بنتي صعوبات تعلم، ترى الموضوع بكل بساطه انا ترى انا اقدر اكذب واكتب ان هي صعوبات تعلم، وما شاء الله الورقه تكون من عندي مختومه وكل حاجه عشان انا ضمن مؤسسه تعليميه. فشفتوا كيف الامانه العلميه احيانا تكون شعره في الموضوع، بس ممكن كلمه واحده اكتبها بتعطي تشخيص كامل خاطئ للطفل، وبالمقابل ممكن تعطيه القدرة انه هو يسجل في مدارس، ممكن تعطيه القدرة انه كذا، بس غالبا يعني الانسان اللي عنده توحد او عنده مشاكل كبيرة غالبا اذا كان متوسط او شديد راح تلاحظ هذه المدرسة يعني، بس انا اقول بصفة عامة لو كان خفيف او لو كان او غيرها من الحالات. فلا تخلي عاطفتك حاجز لولدك ولنفسك، وبرضو ارجع اقول ثقافتك تثقيفك لنفسك من البداية بإذن الله راح يخليك تتجاوزي هذه النقطة. الشخص اللي عنده ثقافة مسبقة بالحالات ذوي الصوت الخاصة او اي موضوع ثاني صدقون لما يقع هذا الشيء ما راح تكون ردة فعله يعني زي بقية الاشخاص، صح حينصدم وما يتوقع ممكن او كذا، لكن استجابته كعلميا وكتصرف ما راح تكون زي الشخص اللي ما هو مثقف نفسه في الموضوع. طيب النقطة الأخيرة في النصائح، اكشف وتابع أكثر من مرة. إذا ربي أراد أنك تكشفي أول مرة ويكون الشخص غير صادق أو ما عنده الأمانة العلمية فالمفروض ما تكتفي بهذا الشيء،
عشان تتجنبي احتمالية انه يكون تشخيص طفلك غير صحيح اكشفي، وهذا نوع من انواع الاهتمام، اكشفي اكثر من مرة واكثر من مكان. مو مشكلة تتعبي في البداية او تتكلفي في البداية، بس بالمقابل انا اشوف اصعب مرحلة مرحلة التشخيص. اذا الشخص اتجاوز وعرف الشخص ده ايش مشكلته، ايش مسماه، ايش في سماته، خصائصه، معدل ذكاءه الى اخره، لما سبحان الله يجيني الطفل مشخص تشخيص سليم، يعني شغلي معاه ابدا مو زي الطفل اللي يجيني مشخص تشخيص غير صحيح. صح انا اقدر باذن الله اشخصه تشخيص سليم، لكن بالمقابل في حال اني انا ما كان عندي القدره على التشخيص، او الاخصائي هذا عنده بس بيدرس، معلم فقط بيدرس ما بيشخص، واعتمد على نتيجه التشخيص اللي انت اعطيتني هو، وقال انه هو صعوبات مثلا او هو توحد، او عامله على هذا الاساس، هل حتكون النتيجة بنظرك مرضية؟ فمعليش الواحد يتعب نفسه يكشف مرة، يكشف مرتين، ثلاثة، يروح أكثر من مكان. وحاولي قد ما تقدري تروحي الأماكن اللي سمعتي عنها مدح، مو بس مدح، يعني بقول لكم مكان المركز اللي أنا كنت فيه كان ينسمع عنه مدح كثير، فمو شرط، لأنه ممكن يكون زي ما ذكرنا قبل كذا الطفل اتعرض لأخصائية أمينة علميا بغض النظر عن الإدارة. فدائما انا بنظر اداره المكان مهمه. ليش؟ لانه الاخصائيات او المعلومات بيتغيروا، لكن الاداره اذا كان ثقافتها سليمه فباذن الله مهما تغيروا الاخصائيين او المعلمين اللي بداخلها فهي راح تشتغل في السليم، مثقفه نفسها بطريقه تقدر تتناقش مع كل اخصائيه ومعلمه بتتوظف عندها. فاخر نقطه قلنا اكشف وتابع اكثر من مره، حاولي تروحي عند، وبإذن الله ثقافتك لنفسك لو عملتي بالنصيحة الأولى برضو راح تساعدك في تحقيق النصيحة الأخيرة اللي هي إنك أنت تكشفي أكثر من مرة. راح تساعدك إيش الاختبارات اللي سويتوها، إيش التقارير اللي راح تكتبوها إلى آخره، هذه كلها بتنحط في عين الاعتبار. نقطة أخيرة أنا كنت حابة أتكلم عن معلمي التعليم العام، لأنه شفت صراحة كثيرين من معلمي التعليم العام مسجلين، وكنت حابة صراحة أعمل نصائح خاصة لهم لكن ما أسعفني الوقت. فبصفة عامة معلمي التعليم العام أنا نصيحتي لهم التعاون مع معلم صعوبات التعلم، هذه نقطة جدا بتفيد. إذا ما كنت عندك معلم صعوبات التعلم، وأصلا حتى لو عندك معلم صعوبات التعلم لك أنت ما تعرف برضو مدى أمانته العلمية، مدى ثقافته، مدى مستواه، ترى الله أعلم هل حتى هو متخصص أو غير متخصص، مهتم في المجال أو مغصوب، ما تعرف التفاصيل هذه. ففي النهاية نصيحة هي واحدة أكررها في لكل شخص، ثقف نفسك. لما تكون أنت قارئ عن الخصائص، تكون قارئ عن كيفية التعامل، راح يكون استنتاجك وتعاملك داخل الفصل مو زي الشخص اللي يكون ما عنده أي خلفية وما عنده أي معلومة تخص صعوبات التعلم. كده نكون إن شاء الله انتهينا من المادة العلمية. اتكلمنا في البداية عن مجموعة من الأخطاء الشائعة في فهم وتفسير معنى صعوبات التعلم، اتكلمنا عن الخطأ المنتشر بخصوص نسبة الذكاء، ان الكثيرين يظنوا ان نسبة ذكائهم اقل من المتوسط وفي الواقع هي متوسط فما فوق. اتكلمنا عن انه صعوبات التعلم لا تنتج عن الاعاقات الاخرى، بمعنى ما تنتج عن الاعاقة العقلية، توحد الى اخره، لو الشخص عنده اعاقة بأي مختلف أنواعها فهذه الإعاقة طبيعي راح تسبب له مشكلة في التعلم وليس صعوبات التعلم. صعوبات التعلم أمر مستقل. ذكرنا كمان موضوع صعوبات التعلم لا تزول تماما، للي يظن إنها مجرد دواء أو مجرد نوع تدريس وتزول الصعوبة تماما، فوضحنا كيف إنه ممكن تزول الصعوبة أو تخف في جوانب معينة في نقاط معينة يتجاوزها، لكن كصعوبات تعلم أو كمصطلح لا يزول. لكن هذا لا يعني انه في حالات استثنائية والله قادر على كل شيء. كمان ذكرنا نقطة ان الموهبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ناس كثيرين يظنوا انه كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة معناها اي انسان عنده مشكلة، وفي الواقع من الاحتياجات الخاصة بمعنى انه يحتاج نمط تعلم خاص او يحتاج تعامل خاص. فالانسان الموهوب برضو يحتاج انه احد يرفع مستواه لمستوى قدراته، يحتاج برامج خاصة، بالتالي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. فلازم نغير مفهومنا انه الاحتياجات الخاصة بطريقة سلبية هي مشكلة، لا، هي في الواقع احتياج خاص، لذلك سموها ذوي الاحتياجات الخاصة. ايش كمان؟ في مرة ثانية تكلمنا عن الاخطاء الواقع، قصص، تكلمنا قصص من الواقع عن مراكز كيف بتخدع المستفيد. ذكرنا بعض الامثلة الواقعية في المدارس وفي المراكز.
بعد كده ذكرنا مجموعة من الأخطاء الشائعة اللي بتصير برضو في هذه المراكز، ولخصناها في طريقة القبول وطريقة التشخيص وطريقة التدريس إلى آخره. واليوم تكلمنا عن النصائح سواء للموظفة إيش ما كانت أو لولي الأمر. وكذا إن شاء الله نكون انتهينا. ننتقل للجزء الثاني، المقطع الثاني اللي راح نتكلم فيه بإذن الله عن الأسئلة والمقترحات والإجابة الصحيحة للمهام، بالإضافة إلى موضوع الشهادات عشان تكونوا على بينة.